تعي معي شوي إذا بتريدي. تعي شوي. بجي بس اتركي إيدي. اسمعيني منيح يا ملاك يا بريء، ممكن تكوني ضحكانة على كل اللي بالشركة. ماشي، على شو بدي اضحك؟ انت هلا عن شو عم تحكي؟ ليكي حركاتك هي مو علي. حضرتك على اساس الك شهر عند نوران ما؟ مراد بتمشي عليه، بس علي صعب. بس ما بدي اسمع ولا كلمة. ما كنتي قاعدة عند نوران، على الاقل ما كنتي هنيك كل يوم، لانه انا عندها اغلب الوقت. بس برافو، ذكاء كبير منك انه تسحبي نوران يانك اوغلو لصفك، لانه اذا حكيت هذا الحكي لمراد طبعا ما راح يصدقني وراح يصدقها إلها. والله بصراحه حكيك ما عندي فكره عنه. وشو صار لك؟ يعني هرمونات الكذب خربوا لك توازنك؟ اي حاج مسخره، لانك انتهيتي، وما بيكون اسمي مرام اذا ما نهيت لك هالملعوب. بفهم انك عم تهدديني، مزبوط؟ اي عم هددك، عم تلعبي بالنار وبدك تنحرقي فيها. من اليوم ورايح عم راقبك، ديري بالك منيح. صبايا الحية الصفراء اجت من شوي وعم تهددني، قالت لي بعرف انك ما كنتي عند نوران هالشهر وانتي عم تلعبي بالنار ورح تحرقك. مو ناقصنا غير هالمريضة. شو خبيثة. لك يا بنات بعمري ما حسيت حالي ضعيفة كل هالقد، جمدت بأرضي مثل التمثال. طيب ليكي شو بدي اقول لك هلا مرام؟ كيف عرفت انه قعدتك عند نوران كمان كانت كذبة؟ ما بعرف شلون يعني. ابصر ببال مين خاطرة هي الفكرة انه نمسح الكذبة بكذبة تانية، جاي على بالي امسكه بايدي واقتله. أنا عندي موضوع كتير مهم ومستعجل لازم حاوي. حياة خانم؟ حياة خانم؟ برجع بحكي معكم. طيب ماشي، عم بينادولي ولازم سكر فورا، أحطي أنت وياها. استوى شي؟ كيف؟ عم بطبخ مخيكون، استوى؟ لك لا يا خانم، شو هالحكي؟ طبعا ما عم بطبخ مخيك هلا. أنا حاليا فخور ومعتز بحالي مثل أي فنان وطباخ ناطر تحفته الفنية لحتى تطلع مستوية. حاسس إنه كأنه رح تستوي. أسير يا روحي، اسمعيني شو بدي أقولك. شايفة إنه إبراهيم وحياة بيتفقوا كتير مع بعضهم ومتفاهمين منيح؟ إي نعم، ما هيك؟ حلو كتير. إيه بس كمان في شي غير هاد شايفته، كأنه ما عاد تفرقوا عن بعضهم بنوب، ما هي؟ شو؟ بالنهار بتشوفيهم سوا وبالليل كمان مع بعض؟ يعني لازقين ببعض كتير ما؟ بيتشوشوا بالحكي سوا وبيتهامسوا. لك شو فيها؟ واحدة من عيميني والتانية من عشمالي، ليش هيك هاجمين علي؟ أسيل احكي الصراحة، في شي بيناتهم لازم نعرفه نحن هلأ، بدك تفهميني. شوفي شو بن هالتنين مثل التوأم الملتصق، لك شو قصتنا؟ إنا منغض نظر ومنطنش بس سخنت، مو مكتوب غشا ما على جبيننا. شوفي بيناتهم هلأ بدك تحكي لي، قولي يلا. بدي قايلكم إنه أنا البنت لضعيفة، على فكرة أنا كتير قوية، وأصلاً إيمت ما فتحت تمي وحكيت بتصير مصيبة، دايماً بتصير مصايب من ورا كلامي، لهيك ما بقى رح أحكي شي بالمرة منيح، رح أستخدم حقي بالسكوت. أسيل بس يا روحي يا بنتي الحلوة. لك حاجة لا تضغطوا علي، فهمتوا؟ والله ببلع الصبغة كلها بعدين، ببلعها ببلعها. ها هي صديقتي اهدي اهدي، وهلأ هالصبغة الغالية اللي بإيدك قربيها لفوق الطاولة بهدوء، قربيها اهدي، وهلأ عطيها. اوكي خلص تركيها، وهلأ بتثبتي لي شعراتك بإيدك، يلا اهدي، ما بدي ولا غلطة تصير بالتسريحة وتخربها، مفهوم؟ ياه شبكة أسير، معقول تبلعي الصبغة؟ معقول؟ ما حدا يحكيني بقى، ما حدا. عشق لفتنا لما